وعلى كل المشاهدين أهلا بكم إلى هذا الموعد الاقتصادي. بداية، كشف المدير العام لبورصة الجزائر يزيد بن مهوب عن دخول مؤسسة صغيرة ومتوسطة للبورصة قبل نهاية السنة، المؤسسة الجديدة الناشطة في مجال السياحة. وأكد بن مهوب أن إدراجها في البورصة يأتي كخطوة للتأكيد على أهمية فتح رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير نشاطاتها بالاستفادة من التمويل عبر البورصة. التفاصيل رصدها أحمد رشدي. ما يخص بطبيعه الحال عندنا مؤسسه متوسطه وصغيره متوسطه راح ان شاء الله تدخل في بورصه الجزائر قبل نهايه السنه، هي اوام انفيست، هي شركه جزائريه، شركه خاصه صغيره ومتوسطه تنشط في اطار المسمى بالسياحه التوريزم تيرمال، وعندها طموحات في يعني مشاريع كبيره على المستوى الوطني، وحنا ندعموها في تمويل مشاريعها عبر البورصه. وهي كذلك حبينا انها تكون يعني رساله لكل المتعاملين الاقتصاديين الشركات الصغيره المتوسطه بانهم بامكانهم انهم يعني يمولوا مشاريعهم عبر البورصه بكل سهوله.